لك تواجد مع رقم 8 جاكم. وإذا بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط التاسع بمشاركة 13 راس كأس الأوكير للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ لمسافة 1700 متر. المرشح الأبرز في الصدارة في المركز الأول أجال، المدرب ماجد سيف الدين، ملك السيد علي بن سعيد الجفال النعيمي، ألبرتو سنا في المركز الثاني في محاولة بشعر البرتقالي عطاف رقم 9، المدرب علي يوسف الكبيسي، ملك السادة مربط إنجاز والخيال توماس لوكاسك في المركز الثالث، رودين المدرب محمد حسين، ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري والخيال جيسي واتسون في المركز الرابع. أيضا محاولات من جاكم من الجهة الخارجية مع كارلوس هيرلك والمدرب محمد حسين أفروز، ملك المهندس طافي راشد الأرضي المري. في المركز الرابع الآن الحويلة، محاولات التقدم من الجهة الخارجية منتصف الطريق في هذا الشوط، والجهة تتجه نحو المنعطف قبل الأخير أجال، والتقدم إلى المركز الأول والصدارة في هذا الشوط حتى الآن. جاكم محاولات من الجهة الخارجية، عطاف في المركز الثالث، في المركز الرابع لوك أتبي رقم 4، في خامس المراكز الحويلة، بينما سكاي بلو في المركز السادس. الجياد عند الانعطاف قبل الأخير واندفاع نحو المقدم مع أجال والصدارة حتى الآن. أبرز الترشيحات محاولات أيضا من البقية الباقية، هنا الانعطاف الأخير، من أول الواصلين إلى قلعة الجنوب؟ أجال فعلا، وتوسعة الفارق إلى المركز الأول والصدارة، بينما عطاف ثانيا، سكاي بلو في المركز الثالث، توسعة الفارق مع أجال إلى المركز الأول. أجال قطع المجال، أجال هذا محال، إلى المركز الأول والصدارة بفارق كبير إلى المركز الأول على كأس الأوكير. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، أجال في صدارة الشوط، تهانينا لأبو علي ماجد سيف الدين ولي علي بن سعيد. إذن هنا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط التاسع على كأس الأوكير للخيل المهجنة الأصيلة، رقم 7 في الصدارة أجال، مدرب ماجد مهدي سيف الدين، ملك السيد علي بن سعيد الجفال النعيمي والخيال ألبرتو سنا، المركز الثاني رقم 3 الفيصلية وتواجد المدرب إبراهيم المالكي، ملك السادة مربط السكب والخيال سفيان سعدي، بينما المركز الثالث رقم 9 عطاف، المدرب علي يوسف الكبيسي، ملك السادة مربط إنجاز والخيال توماس لوكاسك، المركز الرابع 13 من خلال سكاي بلو، المدرب إبراهيم المالكي، ملك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي والخيال ماتيو تاكري، وأخيرا رقم 5 أو المركز الخامس لرقم 4 لوك أتمي، المدرب إبراهيم المالكي وللسادة البدع ريسينج والخيال فرانسوا مور هيرهولد. تهانينا لكل الفائزين في كل أشواط هذا المساء، وانتظروا الغد بإذن الله من خلال كأس الدوحة على المضمار الرملي بإذن الله. إذن يشرف على تتويج الفائزين بكأس الأوكير للخيل المهجنة الأصيلة السيد عبدالله الكبيسي، فليتفضل ألبرتو سنا، ألف مبروك على هذا الفوز. والمدرب ماجد مهدي سيف الدين، ألف ألف مبروك. وليتفضل السيد فواز الشمري عن المالك السيد علي بن سعيد الجفالي علي. صورة تذكارية إذن لتخليد فوز أجال بكأس لوكير للخيل المهاجنة الأصيلة، ألف مبروك مرة أخرى للفائزين، ونلقاكم غدا بحول الله، السلام عليكم.